استاذ صلاح رد علي يا استاذ صلاح، تكفى رد علي. لا حول ولا قوه الا بالله، وش هالورطه اللي طحت فيها؟ مالك وايه الدم ده؟ اسمد عليا. في ايه؟ بالراحة بالراحة رجلي. بالراحة اركب يا اياد. ايه اللي حصل يا عم صالح؟ شو القصة يا ربيع؟ انت عم تلعب فيني ولا شو؟ فهمني بالظبط. فريد نازل بيجري ومعاه مسدس، شكله عامل مصيبة. انا مين؟ بالراحة رجلي. بالراحة ما تقلقش. رجلي هتبقى كويس ان شاء الله. انا مين؟ لف يا بني. بالراحة بالراحة. هو ايه اللي حصل يا جدعان؟ انا مش فاهم اي حاجة. بس اللي معايا بندق بالراحة. على ما على ما على مين؟ اوعى بندق من على السرير. ما تفهموني يا جدعان ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم حاجه. وانت من امتى بتفهم يعني؟ الله الله الله، جرى ايه يا عم اياد؟ هي ناقصاك يا سيدي؟ مش ناقصاك. ايه اللي حصل يا رجل؟ ما تتكلم يا عم الحاج، ايه اللي حصل؟ رجلي. ما تقول انت يا فيلسوف، ايه اللي حصل؟ شوف لنا اي حد دلوقتي يجبس رجل عم زهران، شوف لنا ممرض، شوف لنا اي حد يكون بيعرف. هو كان بيلعب كوره ولا ايه؟ هو لعب كوره من غيري برضو؟ انا مش فاهم حاجه. انا مش قرطاس هنا في البيت ده. رجلي. خلي عندك دم وقوم خلي الراجل يحط رجله.